لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله. وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم. أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلا يا ابو علي. عجبا للسماء لم تهو حزنا. فوق وجه البصير بعد العماد. عجبا للنجوم كيف استنارت. لم تغام بعد نورها. وقاها عجبا للمهاوات كيف استقر. ونظام الوجود تحت العواني. حيث لولا وجوده لأزيلت ولساخت وبرقعت بسوادي. ومثير الأشجان رزء الأيام مذ وعت بالصهيل صوت الجوادي. خرجت للقاء تعثر في الذي ودام الوجود شبه العوادي. فرأت ساعة
سرجه خلي الفنادى. تلك والدي ودي وعمادي فغدت واللهان بغير شعور. سعد الله قلبها زينة فغدت. اقرأ وياي زينب تستاهل منك هالمواساة. فغدت واللهان بغير شعور نحو مثوى بقيتي أم جاهاني. أخذت تنادي نور عيني حسن. ما تسمع جواب، تسمع عني لكن ما تدري وين توياها لولا فكرك يمها لولا. أخذت تنادي مرة ثانية حبيبي حسين. تريد تستنهض الحسين؟ هذه الخيل والرجال قد هجمت علينا. لكن ما تسمع إلا أنينة إلى أن ركزت على صوت الحسين. من وين جاي؟ كأني بها وجهت بصرها إلى صوت أخيها. اتقل سور الحرم يا حسين لا تجذب الونا. اتبلشت يا خويا من الحرم تهدأ الرن. أنا ودي أوصل مصرعك والجدل وياه، لكن شبيدي لازم ديالي يتامى. لو يقدر السجاد ينهض جان أبياتك جناياك خدك نوسنا وبالدمع نغسل الطبرة. أبو علي تدري الغربة يا ضعضع عزوم الرجا. واني وحيد وعايا هي لو مجبل علي خوفي ضعنا يا من الصباح من كربلا ليش والظل عاري بالفلا واحنا ضعي. جاوبها الحسين شو عندك أبو علي؟ قلها بلا تجهيز لازم يتركوا باكر تمر بيا ضعينا وتنظروا. وانت وخواتي جايا نريدتو توصلو نجبل عليك الليل جيب الفار. وان شاء اليوم تقدري اجي الابا وتوصلين المشرع يا مجسد. طلع بسواد الليل يستركم عن الناس. لازم الصبر يا زت الزهرة الأمر فات. وش حال زينب لما إجت إلى جسد الحسن؟
كأني بها وقفت على جسد ابن والدي. اتقل اخويا اخويا اني صوت الجان ما ينسمع سمعه وطول الجال ما ينشاف شافه وخدر الجال ما ينداس داسه يا أبويا المرتضى الفحايل إيه إيه وياي وياي ها يا سبو كأني بها نظرت إلى جسد الحسن وتارة إلى جسد العباس وتارة إلى المخيمات المحروق. وش تذكر زينب هذه الحالات اللي شاهدتها زينب؟ أنا اللي شفت نار لكن نار أشد من نار نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار. أنا اللي شفت ضلعين ضلع نهاية يا الشمل مسمايا ضلع الكربلة خبرك خيل القوم رضا يا زينب يا زينب يا زينب يلا وياي إلى تبخل ها أنا اللي فجعني البيت بهلي وصرت مفجوع حان الشاهد تجفين للعباس مقطوعة حان الشفت أخوي حسين كلها مكسر ضلوع ما واحد حضر يمه بذيك الساعة نزلا يا زينب يا زينب أنا بقيت محيرة وصفوق بليدة لا عباس يبرني ولا أنا يضربوني يا من أبكي وتهمل العين وتبقى عبرة بصدري تكاسة لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما ربك بغافل أما يعمل الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم.
إن قصص التاريخ تكون سببا للفتنة تارة، وتارة تكون مصدرا للعبرة. فكل أمة من الأمم تهتم بتاريخها وتحتفي برموز حضارتها، ولكن هناك فرق بين الأمم، بين الأمم الواعية وبين الأمم المتخلفة. الأمم الواعية عندما تستقرئ تاريخها تستقرئه من أجل الاستفادة والعبرة، ولكن الأمم المتخلفة فقد تذكر تاريخها كثيرا ولكن من أجل الانشغال عن واقعها المعاصر، أو لكي تتناسى واقعها بالحديث عن أمجادها الغابرة، أو بالحديث عن أحداث التاريخ أو رموز التاريخ، ولكن بطريقة تثير من خلالها الفتنة والخلافات. ولذا نجد أيها الأحبة أن قراءة التاريخ وسيرة العظماء قد رسم القرآن الكريم لنا منهجه بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أي يجب أن يقرأ التاريخ، ويجب أن تقرأ حياة السابقين، ولكن من الذي يقوم بهذا الدور؟ من الذي يقرأ التاريخ من أجل أن يتخذ العبرة؟ لا شك ولا ريب هم أولو الألباب وأصحاب العقول الواعية. فالأمة إذا جمدت عقلها وعاشت حالة من العاطفة أو حالة من الانفعال، لا يمكن أن تقرأ تاريخها بطريقة صحيحة. التاريخ مصدر غني بالتجارب، صحيح. كل أمة من الأمم لها تاريخ يحدد معالم هذه الأمة، يحدد مسيرة هذه الأمة، ولكن التاريخ لا بد للأمة أن تعي تاريخها، لا بد أن تدرس تاريخها دراسة صحيحة. فإذا لم تدرس تاريخها دراسة صحيحة لن تستطيع أن تحافظ على سيادتها وعلى استقلالها. تجي أنت لبعض الأمم تجد أنه يشغل نفسه بالتاريخ ولكن من أجل أن يتناسى واقعه المعاصر. فهذه الأمم التي يطلق عليها العلماء الأمم المتخلفة، الأمم التي تعيش في المستنقعات التخلف، والتي تريد أن تتغنى وتتسلى بأمجادها الماضية. يعني تجي شوف بعض الأمم يقعد: والله أمتنا كان علماؤنا كذا، وكانت حضارتنا كذا، وكان تاريخنا كذا. لكن عندما ينظر إلى واقع هذه الأمة لا تجد شيئا على أرض الواقع. ولذا يقول حبيبنا المصطفى محمد: آتوني بأعمالكم وليس بأحسابكم ولا أنسابكم. الأمة التي تفتخر هي التي تترجم واقعها بالعمل، بالطاعة، بالعبادة، بالأخلاق، بهذه الصفات والخصال الحسنة والحميدة التي إذا استقرأتها الأمم من سيرة العظماء أو الرموز في نفس الوقت أيضا تتفاخر بما لها على أرض الواقع. أي الأمة الواعية؟ الأمة الواعية التي تفتخر بواقعها وليس بمجرد أمجادها. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أننا إذا استقرأنا التاريخ
لابد أن نستقرئه بطريقة صحيحة. لا نستقرئ التاريخ إلا من أجل نشر المحبة والمودة بين أبناء الأمة، وليس كما تذهب إليه الأمم المتخلفة الموجودة إلى يومك التي تثير الفتن وتثير الخلافات. نحن عندما نتجه إلى سيرة العظماء، عندما نتحدث عن قادة الأمة، هؤلاء القادة لابد أن نعيش أو نلتقي معهم على الصلاح وعلى الخير، ونستلهم الدروس من سيرتهم ومن حياتهم. لابد أن ننشر العطاء من سيرتهم بنشر أجواء الوئام والمحبة والسلام والمودة. هكذا. ولذلك اليوم إحنا كأمة أو كطائفة، عندما نستذكر تاريخنا لأي شخصية، لأي رمز من رموزنا، ما هو الهدف الأسمى؟ أليس هو الصلاح؟ أليس هو الخير؟ أليس هو الأمر بالمعروف؟ أليس النهي عن المنكر؟ أليس التوجيه؟ أليس التسديد؟ أليس المعرفة؟ وقس على ذلك. فنحن مثلا عندما نستقرئ تاريخ الحوراء السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، هذا التاريخ العريق في حياة هذه المرأة التي هي من النساء الخالدات الرائدات في تاريخنا الإسلامي. فزينب، وما أدراك ما زينب، التي لو أردنا أن نتكلم عن سيرتها وعن مواقفها التي هي مليئة بالدروس والعبر، والتي هي في أمس الحاجة إليها الأمة في زماننا وفي واقعنا. طبعا أنا حتى لا أطيل عليك المقام، هناك مواقف كثيرة راح أتناول موقف بالكثير، موقفين وأختم من خلاله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. النقطة الأولى، وهي تتعلق بالتكوين النفسي والتربوي للحوراء زينب سلام الله عليها، وهذا الذي نعتبره مصدر العبرة والتجربة لنا كأمة إسلامية وكأمة ندين بالولاء لمحمد وآل محمد. لما نتكلم عن التكوين النفسي والتربوي والذي نحن في أمس الحاجة إليه في محيط أسرتنا، اليوم احنا الواقع المعاش الذي يعيش فيه الآن الإنسان المعاصر، للأسف أصبح الإنسان اليوم شيئا من الأشياء الذي يتعامل معه فيها تعاملا ماديا. اليوم الإنسان الذي يعيش في هذا الواقع، والذي لعله يعيش حتى في أحضان الأسرة التي يتزود فيها بهذه المشاعر وبهذه التنمية لوجدانه، إلا أنك تجد أن هذه الأسر تعاني من الجفاف أو الجفاء. ولهذا شوف اليوم بعض الأبناء يشكو من الأبوين، لعله عندما يعيش في أسرة لا يتحصل على الرعاية وعلى الاهتمام من قبل الأبوين. تشوف الأب في وادي والأم في وادي، الأب يمكن مشغول بتوفير لقمة هذه العيش من الصباح إلى المساء، لكن يمكن ما عنده وقت يقعد يا أبناء، ما عنده وقت يقعد يا بنته حتى يحيطها بهذا الدفء أو هذا الحنان أو هذا التكريم أو هذه الأخلاق أو هذه التربية التي يحسن من خلالها تربية أبنائه. أو الأم عندما مثلا تلقي بهذه المسؤولية على الخادمات، أو لا تعير أي اهتمام لمسألة تربية الأبناء. تدخل اليوم أنت بعض الأسر، وللأسف وصلنا إلى حالة يرثى لها، تدخل بيت إنك داش على قولتنا مو في بيتك. بعض الآباء يشكي، يدخل أو يدخل الأم أو يدخل الابن، تشوف يمكن هذا الأب مشغول ويهد التلفون، الله غرب لها الواتسابات اليوم شغلتنا، وشغلت في مساجدنا، وشغلتنا حتى في مآتمنا، وأصبحت اليوم حياتنا جوفاء شكلية خالية
بسبب هذا الاختراع وهذا الابتكار. وإن كان له فائدة لكن سلبياته أكثر من فوائدة. وبدليل يعني مو اليوم على مستوى اليوم بيوتاتنا حتى المساجد. يعني رأيت بأم عني أتكلم ياك عن واقع. أصبحنا لا نستغني حتى عن هذه الهواتف وعن الواتساب حتى في المساجد. هالثلث ساعة اللي راح يصليها الإنسان ويختلف فيها مع ربه لازم يشغل شي نفسه بأمور الدنيا. بينما في المقابل عندما يقول نبينا محمد يقول يأتي زمان على أمتي أو يأتي في آخر الزمان أناس من أمتي يجلسون في المساجد وهمهم حديث الدنيا. يقول هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكي لهم عملا. ها؟ واحد يقول أنا ما أتكلم ألعب في تليفوني أو ألعب في الواتساب وأتكلم في الواتساب. أنت صديق ما أتكلم لكن قاعد تتكلم بالصام. بدل ما تقعد بين الفرضين تصلك نافلة تقرأ القرآن تستغفر تقرأ لك دعاء مناجات تجد البعض إما أن يشغل نفسه بحديث الدنيا. وللأسف حتى سوالف الكرة وما الكرة أصبحت أيضا موجودة في مساجدنا. شوف بدل ما يقعد في المسجد يشغل نفسه بذكر الله والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك هي من سلبيات اللي الآن هي أصبحت متفشية حتى في أوساط بيوتاتنا. يجي يقعد الأب وتشوف الولد قاعد إما على قوتنا في البي إس بي والله قاعد على الآيباد البنت على اللابتوب يمكن على قولتنا الزوجة مشغولة بعد تارة بثياب تارة بمطبخ تارة بأي شيء وكأنك لست جالسا في بيتك. هذه حالات سلبية. ولذلك بعض الأبناء يشكو ليطم وجود الأبوين. يقول أحد الشعراء ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وهذه اليوم أصبحت ظاهرة متفشية. إذا إحنا من عالج العلة بقطع سببها هذه راح على قولتنا تهدم بيوت. هذه راح لن تربي أجيال يعول عليهم أو يعتمد عليهم. احنا ما نقول الإنسان يوم يستغني عن مثل هالأمور وهذا التطور هذا الاختراع لكن في حدود الأمور المهمة. لكن بيجي يقضي طول ليلة أو في مجلس أو في أي مكان يجلس مع هذا الهاتف. ولذلك أنت اليوم تجي لبعض الشباب يمكن أو بعض الناس تعطيه قرآن وتعطيه هاتف قول لي تستغني عن هذا لو عن هذا. خلنا واقعين استغني عن القرآن لو لا. لذلك نصل لها الحالة ما يمكن أن نكون أمة واعية. إذن لما نريد نكون أمة واعية علينا عندما نعيش في هذه الحياة الدنيا حتى ننقذ أبنائنا. لأن اليوم الحياة أصبحت هي خاضعة للنوازع المادية للأنانية للشهوات خصوصا عند الآباء عند الأمهات. أنت اليوم ما يمكن أن تسمح لابنك هذا أن تقوم حياته أو تكون وجدانه على أفلام كرتونية. ما يمكن أن تسمح لهذا الولد الشاب لهذه البنت الشابة اللي في سن المراهقة أو اللي في سن البلوغ أن يقوم حياته بمسلسلات تركية أو بمسلسل أو أفلام أجنبية أو بوسائل إعلام مختلفة. هذا من أكبر الجفاء وأكبر التقصير في حق الأبناء. ورغم أن نجي لمسألة التربية والتي هي أهم من الكد على العيال أهم من الوظيفة أهم من المال أهم من الجاه. ولذلك أنت راح تساعد على نشوء إنسانا يكون من عدم الضمير ما في قلب رحمة خصوصا إذا تركنا أبنائنا إلى هذا إلى هذه الشاشات التي تبث فيها هذه السموم التي أراد أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء أهل البيت أن يحرفون شيعتهم عن رموزهم وعن حضارتهم وعن تاريخهم.
ولذلك أنت تشوف اليوم أنت هذا العنف الموجود سواء عنف داخلي أو عنف خارجي, شنو أسبابه؟ أنت لما تشوف هذا اللي على قولتنا يقصون عليهم الداعشيين والتكفيريين وأتباع ابن تيمية والأرهابيين, لما ترجع إلى أهم العوامل والأسباب التي سيطر من خلالها هؤلاء على عقول هؤلاء البسطاء والسدج, واللي على قولتنا يبين لهم الحق باطل والباطل حق, واللي يجي عشعش في مخه يقول لي روح فجر نفسك في هالأسواق في هالفقراء في هالأطفال والنساء والرجال وراح يكون غداك ويا النبي. لا والله هذا غدا ويا معاوية وعشا ويا يزيد ابن معاوية ويا المتوكل. لكن لما تجي إلى أهم الأسباب تجد أن هؤلاء في طفولتهم لم يعيشوا هذه الأجواء من العطف والدفء والحنان. نحن بحاجة إلى سيرة الحوراء زينب, زينب التي استطاعت أن تكون شخصيتها وأن تتربى تربية ليس لها نظير, وكيف لا تكون كذلك وهي ربيبة حبيبنا المصطفى محمد. والتي أيضا تربت في أحضان أمها فاطمة وفي رعاية أبيها أمير المؤمنين, وأيضا في احتواء الحسن والحسين لزينب سلام الله عليها. ولذلك استطاعت زينب يا مؤمن أن تكون لها شخصية متكاملة. هل عاشت وفتحت عينها على الرحمة وعلى المحبة وهي في أحضان جدها المصطفى صلى الله 5 سنوات في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله, والتي أيضا ملأها عطفا وحنانا, وكذلك توالت هذه الأجواء عند أمها وأبيها أمير المؤمنين. هذا اللي كان عزها واللي كان يجعل جعل لها مهابة وتكريما عندما كان يخرج معها ومعه الحسن والحسين لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك إجلال, كل ذلك تكريم, كل ذلك مهابة. هذا يقول هاي من الأمور التي تكون شخصية الإنسان. لما تتوفر مثل هالأجواء, واليوم إحنا كأمة واعية كمسلمين كأتباع لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام, ما أحوج نساءنا إلى هذا العطف, ما أحوج أبناءنا أولادنا لهذا الحنان ولهذا التكريم ولهذه المحبة وهذه الرحمة. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا عندما نستقرئ تاريخ الحوراء زينب سلام الله عليها تتجلى لنا عظمة هذه المرأة. لكن اليوم احنا كأمة واعية هل يكفي اننا عندما نتغنى بتاريخ امرأة عاشت في تاريخنا الإسلامي, هل يكفي فقط ان نتغنى كانت عندنا من السيدات الخالدات من ضمنهم هي زينب سلام الله عليها؟ بعد احنا نريد في نفس الوقت الدرس والعبر من حياة زينب. والدرس والعبرة أين تتجلى لك أيها المؤمن عندما نطرح مثل هالتساؤلات؟ هل أن المرأة في زماننا أو في واقعنا هل هي أصبحت عظيمة أم لا؟ هل أنها سلكت طريق العظمة؟ وهل أنها سلكت نهج زينب عليها أفضل الصلاة والسلام في تحمل مسؤولياتها تجاه دينها, تجاه أسرتها, تجاه زوجها, تجاه تربيتها, تجاه أخلاقها, عفتها, شرفها؟ ها؟ وقس على ذلك من هذه الأمور. ولذلك احنا لما نستذكر تاريخ الحوراء زينب عليها أفضل الصلاة والسلام نستهدف هذا الأمر, وهو كيف نأخذ بالمرأة المعاصرة إلى ذرى المجد. اليوم المرأة التي استطاعت خصوصا في واقعنا المعاصر أن تشق الطريق إلى الأمام,
لفترة من الفترات المجتمعات الغربية اللي كانت تتهم الإسلام وتدعي على أن الإسلام قد سلب حقوق المرأة وأن الإسلام لا يتيح الفرصة إلى المرأة لكي تشارك الرجل في صناعة الحياة في بناء الوطن أو في تنمية القدرات أو في تربية الأجيال أو لتشغل أي موقع من مواقع العمل. لا، بدليل عندما نرجع إلى تاريخ النساء الخالدات وأولهم خديجة ابنة خويلد زوجة حبيبنا محمد. فمنذ بزوغ الإسلام وقفت خديجة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله في تبليغ الدعوة، عندما وضعت أموالها وجميع ما تملك تحت تصرف يد النبي صلى الله عليه وآله. ألم تشارك إذن رسول الله في تبليغ الرسالة؟ والرسول يقول صلى الله عليه وآله: ما استقام الدين إلا على دعامتين، على مال خديجة وعلى سيف علي بن أبي طالب. بعد الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، ألم تقف مع أبيها؟ ألم تقف مع أمير المؤمنين؟ ألم تقف أمام الظلم؟ ألم تقف وتطالب بحقها وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ إذن المرأة لم تكن غائبة منذ بزوغ الإسلام. كذلك عندما نأتي إلى زينب، زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، يمكن البعض مرة من المرات كان يتحدث عن المجتمعات الغربية يقول الحرية التي تتاح إلى المرأة في المجتمعات الغربية أفضل من الحرية التي تتاح إلى المرأة في الإسلام. إنت وأي حرية تتحدث عنها؟ صحيح، ما نقول الغرب، إخواني أبائي ما أعطى المرأة فرصة، أعطاها، لكن هذه الفرصة التي أعطيت للمرأة تكتنفها بعض الشوائب التي تكون على المستوى الأخلاقي. المرأة وإن أعطيت الفرصة عند المجتمعات الغربية لكن ما إليها قيمة، تشترى وتباع. المرأة لا تلتزم في المجتمعات الغربية لا بحجابها ولا بسترها ولا بعفافها ولا بشرفها، بل أنها في المجتمعات الغربية لا تختلف حياتها عن سائر الحيوانات حتى على مستوى العمل. بتقولي على مستوى العمل، روح المجتمعات الغربية شوف اليوم المرأة بالنسبة للعمل أو الوظيفة أو الراتب، تجد أن الرجل في المجتمعات الغربية راتبه يكون دائما وأبدا أكثر من المرأة. بل حتى بعض النساء ممن يشكون في المجتمعات الغربية اللي راتبها على قولتنا على مستوى ما تنتج، يعني على تنتج كم قطعة في اليوم مثلا في أي مصنع، على حسب ما تنتج تعطى الراتب، ولا ينظرون إلى مسألة إجازات، إلى حقوق، ولا ينظرون إلى هالفوارق، لأن ذولا عندهم. إحنا صحيح اليوم المرأة في مجتمعنا أصبحت جمع إلى جمع الرجل، لكن أكو فوارق جسدية ونفسية بين الرجل وبين المرأة ما يقارب 25 فارقا جسديا ونفسيا. هيا حطوا لها اعتبار لولا مجتمعات غربية ما عندهم اعتبار، المرأة حامل محامل ما عندهم الحكي. أنت لو مجتمع الإسلامي لا، المرأة لما تلد إلى عندها إجازة، ما ينظرون إلى مسألة الظروف القهرة تمر على المرأة. لكن تجي للمجتمع الإسلامي لا، لو مجتمعنا أكو عندنا من النساء رواتب أكثر من الرجال لو لا، أكو اليوم المرأة أصبحت جنبا إلى جنب مع الرجل في مختلف الميادين، على مستوى العمل، على مستوى الحقوق، أصبحت جمّاً إلى جمّ تشارك الرجل في صناعة الحياة، في تنمية القدرات، في تربية الأجيال، في شغل مواقع حساسة في الدولة. إذن وهكذا وقس على ذلك المجتمعات الإسلامية شقت المرأة. عندنا في البحرين، عندنا في العراق، إيران الإسلام، في لبنان، في كل مكان، لكن مع الاحتشام والعفة والحجاب. لذلك شوف على كل ما ألم بزينب عليها السلام مع أخيها الحسين، أكو أعظم من ثورة كربلاء؟ هذه الثورة، هذا الحدث الهام في تاريخ الأمة. هل أنه صنعه الرجل فقط؟ لا، كربلاء لا تذكر كربلاء إلا بزينب والحسين معها. كذلك ما تستطيع تذكر الحسين من دون زينب، ولا تستطيع أن تذكر زينب من دون الحسين. زينب كانت جنبا إلى جنب مع الحسين. يقول بعض علمائنا بل أن دور زينب يزيد على دور الحسين في مساحة الزمن.
يقول بعض العلماء الششتري يقول إذا كان للحسين ميدان واحد فإن لزينب ميادين. ولذلك الأعباء والمسؤولية التي حملت بها زينب عليها أفضل الصلاة والسلام وهي من أعباء الإمامة. ليجي أحد مراجعنا يقول صحيح إن لم تكن زينب هي معصومة ولكنها قريبة من العصمة لأنها حملت من المسؤوليات على عاتقها وهي من مسؤوليات الإمامة مع ابن أخيها إمامنا زين العابدين. هذا أمر. أمر آخر وقت من خلاله زينب عليها أفضل الصلاة والسلام أيضا استطاعت أن تجسد إلى الأمة معنى العزة والكرامة والثبات والصمود مهما كان حجم هذا الظلم ومهما تمادى هذا البطش أمام المستضعف أمام المظلوم. وأنتم تعرفون كيف أنه بقتل الحسين جيش الأموي كان يملك السلاح ويملك الجن ويملك وسائل القوة لكن في المقابل زينب كانت تملك سلاح أقوى من السيف أقوى من الرماح أقوى من الخنجر. زينب كانت تملك سلاح الثبات والصمود والصبر والإرادة. وهذا اليوم اللي احنا تزرع زينب في نفوسنا عندما نكون ممتنعين في وجه البطش مهما تمادى هذا البطش عندما تريد أن تكون زينبياً أن تكون حسينياً أن تكون إنساناً حراً عليك أن تعرف دورك في الحياة عليك أن تتمسك بحقوقك وإرادتك وتثبت على مبادئك كما ثبتت زينب. وماكو أعظم من الظروف اللي حلت على زينب سلام الله. ولذلك ليش أصبحت مصيبة الحسين هي أعظم المصائب وكل المصائب تكون أمامها. لكن شوف زينب منذ أن قتل الحسين أظهرت بسالتها وقوتها من اللحظة التي قتل فيها الحسين. صور امرأة تسير سير الواثق بين صفين من الجيش وهم شاهرين سيوفهم ورماحهم وزينب تمشي مشي الواثق إلى جسد الحسين ولما تقف على جسد الحسين تقف على جسد عزيز على قلبك ذاك البعيد حادث ذاك البعيد شهيد ذاك البعيد معذب مقتول ما تتمالك نفسك أمام عزيزك. زينب تقول الروايات أنها لما وقفت لم تشخ جيبا ولم تتأوى ولم تبكي وإنما رفعت رأسها. أشكنا إحنا لابد أن نكون مثل زينب أمام كل التضحيات اللي نقدمها. وضعت يدها تحت الجسد وهي تقول اللهم تقبل منا هذا القربان. ليش؟ لأنها لم تعتبر ما حدث للحسين هو نكبة هو فاجعة أو مصيبة وإنما اعتبرته تكريما ولهذا قالت يا ربي خذ حتى ترضى. هذا شنو معناه؟ معنى أنت لما تقدم تضحية لابد أن تتواصل في هذا الطريق وتكون مستعدا لأن تقدم الكثير من التضحيات ما قدمت زينب سلام الله عليها. زينب الذي أراد الأعداء استدلالها ألم تؤخذ سبية أسيرة وتدخل على عبيد الله بن أبيه هذا اللي معروف النسب والحسب والذي أراد أن يستدلها لما رآها تتخفى بين النساء فقال من هذه المرأة التي تتخفى؟ قيل له إنها زينب فأراد أن يشفي غليلة قال يا زينب كيف رأيتي صنع الله بأخيك الحسين؟ لكن شوف جواب زينب لم تبكي ولم تعيش حالة من الضعف أو الوهن وإنما أجابت جواب الواثق قائلة والله ما رأيت إلا جميلة. هاي دروس لو لا دروس احنا لابد نستفيد منها من مواقف زينب. زينب ليس فقط حزن ليست بكاء ليست مصيبة وإن كان للحزن والبكاء دور كبير وعظيم وأثر على مستوى الثواب والجزاء لكن أيضا الدروس اللي أهم من البكاء وإن كان العاطفة لا تستغني عن الفكر والفكر أيضا لا يستغني عن العاطفة لكن ما ينبغي أن نغلب العاطفة على الفكر وعلى الدروس وعلى العبر سواء من حياة زينب أو حياة الحسين. تؤخذ إلى طاغية زمانها وهنا تجسد قول جدها المصطفى محمد
أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. وتقف أمام يزيد الذي أراد أن يستذل زينب حتى لما دخلوه عليه. وأنتم تعرفون أصحاب منبر وأصحاب مأتم أنه أدخل إمامنا وعلى صدره الجامع والحبال في رقبته ممدود إلى كتف الحوراء زينب. بعد وأراد على قولتني قطع قلب زينب لما وضع ذلك الرأس الشريف في طشت من ذهب وهو يلعب بقضيب في ثنايا أبي عبد الله وهو يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشهد. ولما سمعت يتحدث حديث الشامتين وقفت زينب تتحداه يقول أنت تملك الدولة تملك السلطة والمال والجيوش ها والوسائل المادية لكن هذا كل ما ينفعك ولذلك قالت له فكد كيدك واسع سعيك ها. ونحن أيضا نقولها كما قالت زينب إلى كل ظالم في الدنيا فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمعو ذكرنا. قسمت زينب. أنا أسألك من قسمت زينب إلى يومك أكثر من ألف سنة من الذي بقي ذكر زينب أم ذكر يزيد؟ وإن كان أحفاد يزيد موجودين إلى يومك ويدافعون عنه على منابر الجمعة ويعتبرونه كاتب الوحي أو أنه من أمراء المؤمنين وهذا من هوان الدنيا على الله. يقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي إذ قل لي فإن ذكرنا ينطلق كلما ذكر جدي محمد وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وأسألك اليوم بقيت زينب شامخة لو لا ها؟ أين قبر يزيد وأين قبر زينب؟ اليوم أحفاد يزيد أحفاد مروان أحفاد معاوية أحفاد المتوكل ها؟ ذول اللي أرادوا أن يمحوا أثر زينب سلام الله عليها عبر هذه الثلاث سنين العصيبة التي مرت على سوريا الجريحة. ولكن انظر ماذا صنعت زينب في الأمة جندت الأمة هم أبناؤنا وإخواننا في حزب الله إخوتنا وأهلنا وأحبتنا في العراق في سوريا الجريحة المرابطين في الدفاع على مقام الحوراء زينب سلام الله عليها. هل انفك الناس عن زيارتها على الروم هالظروف العصيبة؟ والبارحة كأني بضريحها وقد امتلأ بالعاشقين امتلأ بالزائرين الذين لا ينفكون عن ضريحها الشريف وأقبلوا إليها من كل حدب وصوب. متحدين هالظروف ومتحدين التفجيرات ومتحدين القتل ها؟ في سبيل إحياء هذه المناسبة عند زينب في مواساتها على مصاب الحسين. ولذلك زينب التي إلى آخر يوم في حياتها ولم يفارق خيالها مصاب الحسين لحظة بلحظة ساعة بساعة ها؟ أنت الآن تستمع وهذا يقرأ في كتاب وهذا يستمع من خطيب ها؟ يستمع ما جرى على الحسين وأهل بيته ميت مالك هذا يبشي هذا يقشعر بدن هذا يبكي قلبه. وإن البكاء ليس هو بالبكاء الظاهر بالدموع حتى لما يخيب الحزن على الإنسان ها؟ لما يصيب حالة يعيش حالة من الحزن ويتفاعل مع مصاب الحسين الذي هو أعظم المصائب. زينب حتى على فراشها والنسوة من حولها وهي تعدد ما جرى على الحسين وكلما ذكرت مصيبة صارخنا النسوة من حولها هذه تنادي وإماما هذه تنادي وحسينا. ولهذا لما دنت منها المني التفتت إلى النسوة من حولها
إذا دنت مني المني يحملوني من على فراشي وضعوني على حرارة الرمال. أريد تفارق روحي وأنا على حرارة الرمال ليش؟ قالت حتى أواسي ابن أمي الحسين. قالوا لها ما الذي جرى؟ قالت الحسين بقي ثلاثة أيام بلا غسل ولا تكفين. إذا خرجت روحي لا تغمضون عيوني ولا تغسلونني ولا تكفنونني. كل هالأشياء ما جرت على الحسين. نسوان يقولون ما جرت هالعادة على ميت من المسلمين. قالت بلى 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 كل ذلك جرى على ابن والدي الحسين. قوم اطرحوني بالشمس ما اريد ان اظلام. هل هالفرش شيلوها وخلوني على الرمال. يلا حبيبي لا تبخل وياها، تبخل بدمعك لا تبخل بصوتك. سمعني صوتك، زينب غريبة واحنا نواسيها بدموعنا وبصرخاتنا بأصواتنا. بالعطش خلوني مثل ما خلوا حسين. ولا من متت لا تغمضوني يا نساوي. لا تشاهدوني ولا تسبلوا لي ايدين. لازم بواسي حالة المنداس بنعى. أويلي لا تعدلوني على القبلة يا جواري. لا تغسلوني على العادة بماي جاري. لا تجفنوني بجفن جيبولي بواري. لا تحملوني للقبر من فوق شيئا. يلا حبيبي عندي أبيات جديدة على مسامعك وانت اشوف فيك دمعة. يلا لا تخسر ثوابك. ها وين وياي ويا زينب؟ زينب حين حضرت هالمني يا صاحت يا غريب الغاضري. هاي جوابك. زينب حين حضرت هالمنية صاحت يا غريب حسين 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 يا حسين. يلا وياي حسين حسين من قلبك. يا حسين ظلت تنتحب وتصيح يا حسين. يا مهجة فاطمة يا قرة العين. تبقى للترب من غير تجفين. على صدرك تدوس الأعوجية. حسين وياي حسين يا حسين. زينب زينب حين حضرت هالمني يا صاحت يا نادت والقلب زادت أحزاننا. ثلاثة أيام عارض المكان سافم للتراب صاير أجفاءنا. يا ويلي على الشهيد ابن الزكية. حسين اي والله يا حسين. زينب زينب حين مني
صاحت ايش عندك يا زينب شيلوا الفرش من تحتي يا نسوايا اريد اموت انا على التربة اواسيب علي سيد الشبايا خلي صلي بقى فوق الوطي حسين بعد ها عليها عليها ازدادت الحالة وديعايا تذكر كربلا وذيك الفجيعة اي فجيعة يا مؤمن اخوها حسين وبصدره رضيعة وابو فاضل على الشاطي رمي حسين تتذكر علي الاكبر وجسايا خلتهم عرايا فوق الارغام تتذكر سبيها وجور الايام ومشيتها على الناقة سبيه حسين ويلا حسين ظلت تحتضر والقلب مجروح تنادي والقلب والدمع بالخد منثور لعد موتي ما انسى مصايا يا عاشور وماتت والنسى ضجا سويا حسين واندعت زنايا هالنسى وماتت حزين تبكي على اللي كربلا قطعة وتي وسودت الدنيا على عترات نبي وام الرزايا مدد فوق الوطي يا ولي من بعد ما ماتت يا شيعة يا شيعة يا شيعة نصبا ومآتمهم عليها ودعوها ويلي مكسورة الأضلاع بالسر دفنوها من بعد ما ماتت بغصتها زكي بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. قبل ما ندخل في الدعاء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله ليلة جمعة وصدقات أتكم فلا تبخلوا على أنفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم أمان يجيبون
يلا من قلبك. دعاه شكلكم بخل انتون، اشوف الجوابك وحتى في الصلوات وفي هذا صوتك حبيبي يجيب حتى يستجاب الدعاء. سوء ما مضطر إذا دعاه، أجب المضطرين يا الله واكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنة. اللهم اشفي كل مريض، من على مصابينا وجرحانا بشفائك العاجل يا كريم. اللهم فك أسرانا، اللهم رد غرباءنا، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، ووفقنا لزيارة الحسين. وقفوا خنزر الحسين إلى جمعة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك من بعيد أقصى ومن قريب أدنى، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدوا بين يدي، وعلى أبي الفضل العباس ساقي عطاش كربلاء. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. السلام على علي وعلى أصحاب وعلى أولاد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، في الآخرة شفاعة الحسين، ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين، إنك على كل شيء قدير. زيارة الرضا. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد المدى، السلام عليك أيها السلطان، يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم، في الآخرة شفاعتكم. الصلاة والسلام عليك وعلى آبائك السبعة وابنائك الأربعة، على أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة جميعا، ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يا صاحب الزمان، سلام عليك يا شريك القرآن، إمامي وإمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى لك الفرج وأوضح لك المنهج، وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك والمسارعين إلى قضاء حوائجك، إنهم يرونه بعيدا. اللهم كن لوليك صلواتك هذه يا الله وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان، سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار.